على مدار السنوات الماضية انتشرت بشكل كبير عمليات البحث عن الآثار في الأراضي السورية، حيث تمكن بالفعل العديد من المواطنين السوريين من اكتشاف كنوز أثرية قديمة ومقتنيات نادرة لا تقدر بثمن. وقد ازدهرت أعمال البحث عن الكنوز في مختلف مدن ومناطق البلاد، ورغم الاكتشافات العديدة إلا أن أكبرها تم العثور عليه بالصدفة، حيث تم العثور على صندوق يحتوي على قطع ذهبية نادرة. فما قصة هذا الكنز؟ بداية القصة كانت عبر قيام واحد من سكان إحدى القرى في شمال محافظة حلب بأعمال حفر لبناء منزله، وعندما بدأ العمال الحفر لم تمر دقائق حتى صرخ أحد العمال منادياً على صاحب المنزل الذي ذهب إليه ليجده مصاباً بحالة من الذهول، بعدما تفاجأ بعثوره على جرة فخارية مليئة بالقطع الذهبية. الكنز عبارة عن جرة أثرية تحتوي على 82 قطعة من الذهب الخالص، وهذه القطع الذهبية هي عبارة عن عملات كانت تستخدم للتداول في العصر الأموي. وعن أشكال القطع الذهبية التي تم العثور عليها، فقد كتب على الوجه الأمامي منها عبارة لا إله إلا الله، فيما كتب على وجهها الآخر عبارة محمد رسول الله. وبحسب الخبراء فإن قطر القطعة الذهبية الواحدة يتراوح بين 1.6 و1.7 سنتيمتر، مشيرين إلى أن القطعة الذهبية متشابهة إلى درجة كبيرة. وليست تلك هي الواقعة الوحيدة، ففي أكتوبر من العام 2022 تم اكتشاف لوحة فسيفساء رومانية كاملة تعود إلى عمر يقدر بنحو 1600 عام في وسط سوريا. عثر على هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 20×6 أمتار تحت إحدى البنايات في بلدة الرستن بالقرب من مدينة حمص، وكانت هذه المنطقة تحت سيطرة الفصائل المعارضة خلال الحرب الأهلية وحتى عام 2018. ويعتبر هذا الاكتشاف فريداً من نوعه، حيث تحتوي اللوحة على مشاهد أسطورية لحروب، بما في ذلك معارك الأمازون وطروادة، بينما تعرضت الكثير من الكنوز الأثرية السورية للضرر الذي وصل للتدمير خلال الأزمة التي تعرضت لها هيبوليتا. وتصور اللوحة إله البحر الروماني نبتون و40 من خليلاته، وتعد سوريا مدفناً للكنوز بالنسبة لعملاء الآثار، نظراً لاحتوائها على بقايا حضارات قديمة تم الحفاظ عليها جيداً، منها المسجد الأموي في دمشق ومدينة تدمر القديمة. ومع ذلك عانت العديد من هذه الآثار من التدمير والنهب خلال الحرب الأهلية، حيث اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية مدينة تدمر في عام 2015 مسببين دماراً هائلاً في المنطقة. وتسببت حالة الفوضى المستمرة في سوريا في نشوء سوق سوداء للاتجار بالقطع الأثرية الصغيرة مثل النقود والتماثيل الصغيرة، مما أدى إلى فقدان العديد من هذه الآثار الثقافية القيمة. وسجلت عمليات نهب المواقع الأثرية في سوريا، حيث تم نقل كميات كبيرة غير محددة من القطع الأثرية إلى أوروبا والولايات المتحدة، إذ يسعى وسطاء إلى بيعها لجميع المقتنيات الخاصة.